اهلا بيكم ويوم جديد استوديو رياضه من تلفزيون اليوم السابع. يمكن النهارده يعني مش هنتكلم بقى عن مباراه فاركو وطلع الجيش، النهارده طبعا ختام الاسبوع ال11 للدوري المصري. نتكلم بقى عن بعض يعني ايه الظواهر اللي كانت موجوده في الدوري المصري في الجولات السابقه، لكن هنركز النهارده على حاجه واحده بس. حاجه واحده ظاهرة خطيرة جدا ومحدش واخد باله منها وحد بيتجاهلها او في اهمال فيها، موضوع محتاج لوقفة، وقفة من الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة الحكام، كلاتنبرج رئيس لجنة تطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم. ما ينفعش يبقى احنا في الدوري المصري الممتاز، ما بتكلمش بقى على درجات الباقية، ما بتكلمش على القسم الثاني ولا القسم الثالث ولا القسم الرابع ولا مباريات الناشئين والشباب ولا منتخبات الشباب كلها والناشئين في مصر. اتكلم على الدوري الممتاز اللي هو مفروض يكون كل حاجه فيه ماشيه بالظبط يعني على زي ما الكتاب ما بيقول. في ظاهره شفناها يمكن في مباراه، هنشوف الصوره على الشاشه دلوقتي معانا، صوره لاحد اللاعبين في الدوري المصري في الجوله السابقه، لاعب من البنك الاهلي. يعني مش قصدي طبعا اللاعب ده بعينه يعني، لكن انا اللقطه جت على سبيل يعني ان انا لمحتها في اثناء المباراه وهو واقع في الارض، الكاميرا جت على ايده. ما شاء الله يعني ايده ضفره، لو يعني الصوره طبعا هي ما عملناش زوم قوي بس هي باينه طبعا، ايده الضفر يعني اظافر ايده الصباع الصغير ما شاء الله يعني مربيه حوالي مثلا 3 سم ولا حاجه. فدي طبعا حاجه خطيره جدا، لان هي الايد دي في المباراه لو جت في عين احد اللاعبين في كره مشتركه في جوه 18 وهو بيعدي راح خابط ايده في وش حد، دي ممكن يعني عين اللاعب اللي هو جت ايده فيه تتصفى، ممكن يحصل جرح قطعي في منطقه حوالي يعني في الوش، ممكن يحصل لا قدر الله يعني انفصال في الشبكيه. انت حضرتك متخيل قوة اللعبة وقوة الايد لما بتخبط وتيجي في منطقة حساسة زي العين مثلا او الوش، هتعمل ايه في اللعب؟ فدي موضوع خطير جدا. انا يمكن يعني انا هقول لكم على مثال، كنت في الامارات في دورة ودية، كنت انا موجود في الجهاز الفني يعني في احد في نادي يعني احد الاندية، والحكم طاقم التحكيم كان اماراتي، كانت دورة دولية. الحكم دخل قبل الماتش، الحكم الرابع دخل بي يعني بيراجع على كل مهمات اللعيبه، طبعا عارفين ده بيحصل في الدوري المصري. وكان ماسك في ايده ايه تخيلوا؟ كان ماسك في ايده الصفا. اداها للمدير الاداري للفريق. قال له اللعيبه كان في ثلاث او اربع لعيبه من اللي موجودين كان اظافرهم كانت طويله. كانت طبعا بتعرض اللعيب الفريق اللي احنا هنلعبه لمشكله كبيره جدا. فطبعا في ساعتها اللعيبه وهي في اوضه اللبس ما خرجش من اوضه اللبس الا ما اتاكد ان اللعيبه ضوافرها كانت مقصوصه كلها، ان دي بتشكل خطر على سلامه اللاعبين في الملعب. والحكم من اهم يعني الحاجات اللي هو يعني بيحافظ عليها في الملعب هي الحفاظ على سلامه اللاعبين. دي مش محتاجه كلام. كلنا وكل يعني منظومه كره القدم بيهمها في الجانب الاول الحفاظ على سلامه وارواح اللاعبين، يعني لا قدر الله لما يكون فيها مشكله بقى بلع لسان، اصابه خطيره، حد وقع على رقبته او حاجه، دي طبعا قصه ثانيه، لكن انا بتكلم في حاجه بسيطه. الضوافر. عيب ان احنا نكون في الدوري المصري والحكم ما يعملش فحص او يراجع قبل المباراه ضوافر اللاعبين. دي هتعمل مشكله كبيره، واحنا مش لازم نستنى الكارثه لما تحصل. مش لازم نستنى لما واحد عينه تتفتح او عينه تتصفى او يحصل مشكله في عينه وما يلعبش كوره تاني علشان حكم ما شافش او ما راجعش على القصه بتاعت اظافر اللاعبين دي قبل المباراه. دي حاجه مهمه جدا، يمكن محدش بيتوقف عندها كتير، لكن يجب ان الاتحاد المصري لكره القدم ولجنه الحكام يبقى فيه حد من الحكام بيشدد على القصه دي. وانبه وبقول دي ظاهره خطيرة جدا، يعني ايه بتهدد سلامة اللاعبين في الدوري المصري، مش لازم يحصل مصيبة عشان نبتدي نتحرك فيها. فأرجو من الحكام اللي هو الحكم الرابع أو الحكم اللي بيراجع مهمات اللاعبين قبل المباراة، تعرف في حاجات كثيرة بتتعمل منها طبعا السلاسل والخواتم ودبلة الجواز والحاجات دي، كل دي المفروض أصلا ما تبقاش موجودة. فعندنا هنا في الدوري برضه بيتحايلوا على القصة دي، يروحوا عاملين ايه؟ يروحوا لافين عليها بلاستر
ده ممنوع، ممنوع ان هو يلف بلاستر زي الصوره اللي احنا شايفينها طبعا اهي، دي برضو ممنوع، لازم مفيش حاجه تتلبس في الايد، ان ممكن حتى لو اتلف عليها كده ممكن برضو تهدد سلامه اللاعبين. لكن هي الاخطر هي موضوع الاظافر اللاعبين، دي قصه مهمه جدا يجب التشديد والتنبيه عليها من قبل لجنه الحكام لكل الحكام، مش في مش في القسم الاول بس او في دوري الممتاز بس، لا في كل درجات. فنرجو ان احنا نهتم بالقصه دي ويكون في وقفه مع القصه دي، لا يليق بالدوري المصري ان لاعب ينزل الملعب وضفره مربيه 4 5 سنتي، يعني مش يعني ماشي بقى ربيه لما اعتزل بقى وبربيه براحتك، لكن ما تقعدش انت يعني تعمل لنا ضفرك كده وتعرض لعيبه الفرقه الثانيه للخطر، يعني لان دي حاجه مهمه جدا في الدوري المصري. في حاجات بقى ثانيه اللي هي مراجعه اللاعبين برضو، يعني غير سلامه اللاعبين مهمات اللاعبين دي مهمه جدا. شايفين الايام دي الدوري سمك لبن تمر هندي في اللبس، يعني ايه ده موضوع، يعني بمناسبه موضوع المراجعه على اللاعبين، الاسترتش اللي بيتلبس حضراتكم شايفينه ده تحت الشورت، اللعيبه بتلبس الوان ملهاش علاقه بالشورت اصلي، وايضا في القانون بتاع التحكيم المهمات اللاعبين دي من احد الحاجات اللي بيراجع عليها الحكم. دلوقتي بنشوف الشورت ابيض تحتيه استرتش احمر تحتيه استرتش فوشيا، الوان غريبه جدا بتتلبس، المفروض ان الاسترتش اللي تحت ده نفس لون الشورت. ولو لابس تيشرت يعني تحت التيشرت بتاع الفرقه بتاعته لازم برضه نفس اللون، بنشوف اللعيبه لابسه الوان تانية خالص تحت لابس اسود تحت التيشرت ابيض، طب ازاي يعني؟ والراجل اللي بيراجع ده ما حدش بيراجع على الناس دي خالص؟ فيعني ارجو ان الحاجات دي الحكام ياخدوا بالهم منهم في الفتره القادمه، ان احنا مش عايزين تحصل يعني من ناحيه سلامه اللاعبين دي احنا اتكلمنا فيها، موضوع الضوافر ده لازم يتنبه عليه بصوره كبيره جدا خلال الفتره اللي جايه. وايضا موضوع الملابس دي حاجه مهمه جدا، ان يعني بقى اي حد يلبس اي حاجه ولا الحكم شايف ولا حاجه خالص. كنا بنلعب في يعني معلش يعني في دوري مش عايز اقول مراكز الشباب، لان دوري مراكز الشباب يعني ليه مننا كل احترام وتقدير، لكن ده الدوري المصري الممتاز لازم يكون يعني كل حاجه فيه على افضل مستوى ممكن. يمكن دي كانت حاجه ملفته بالنظر لينا في تلفزيون اليوم السابع، لازم نتكلم فيها، لان يعني مهمتنا ان احنا يعني نلقي الضوء على الحاجات اللي هي ممكن تكون خطر، مش كل حاجه بقى نتكلم في ماتشات وحاجات بقى واستوديو تحليلي وده مشي وده راح والمدرب ده مشي والمدرب ده راح، لكن مهم جدا ان احنا نتكلم في النقطه دي، ويا رب يعني صوتنا يوصل لاتحاد الكوره المصري ولجنه الحكام. نشكركم على حسن المتابعه، خليكم دايما مع استوديو الرياضه من تلفزيون اليوم السابع.